الإسرائيلي على قطاع غزة وقضايا أخرى تهم العالم الإسلامي والمنطقة العربية كانت محور لقاء نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وجميع السفراء العرب المعتمدين بالمغرب الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. شهاب زريوح، محمد ناصري. هو لقاء سنوي ذهبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على تنظيمه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية بالمغرب، وأيضا مع المدراء العامون والأمهاء العامون للمنظمات الإقليمية والدولية بالمملكة، والهدف هو التشاور في مجمل القضايا التي تهم العالم الإسلامي. هي فرصة لتبادل وجهات النظر حول كل قضايا ذات الاهتمام المشترك والتفكير جماعة في السبل التي من شأنها أن تدعم أكثر الصف العربي وأن تسير في اتجاه وحدته وتقوية صفوفه. أكرر بأننا ندعو المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بشكل خاص بالتدخل ولحماية الشعب الفلسطيني العزل الذين يتعرضون للإبادة على أيدي الإسرائيليين. اجتماع هذه السنة هيمنت عليه التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي متواصل حصد أعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس حفظه الله يولي لهذا الأمر عنايته الكاملة واهتمامه البالغ، ونحن في أسرة العمل الدبلوماسي الذي يوجد في المملكة المغربية ندعم هذه الجهود ونؤيد هذه المواقف ونشيد بما يقوم به صاحب الجلالة حفظه الله. ولا بد أن أشير إلى المكرمة الملكية السامية التي تكرم بها جلالة الملك محمد السادس دعما لأهلنا في قطاع غزة بمبلغ 5 مليون دولار، واستعداد المملكة المغربية باستقبال ضحايا العدوان جرحى العدوان لعلاجهم في المغرب. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض نتائج القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي انعقدت مؤخرا في القاهرة والتي خلصت إلى مجموعة من التوصيات والقرارات كان أبرزها كان أيضا طلب الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف ووقف التهديد والتهويد في هذه المنطقة. كان أيضا طلب من الطرف الفلسطيني لحماية دولية كان طلب من لحماية دولية عبر الأمم المتحدة. انخراط المغرب القوي في قضايا الأمة الإسلامية والعربية هو جزء من سياسة المملكة الخارجية إلى جانب التزاماته بتحقيق الأمن والسلام والتنمية في إفريقيا وانفتاحه على شراكات متعددة في أوروبا وأمريكا.